أننا كثير ما نقول استفتي قلبك، هو جملة ثانية اعتبرها سالم واطلع سالم. سالم من من؟ لو كنت لا تؤمن بالله أو تدعي أنك لا تؤمن بالله لأنك قرأت نيتشه أو داروين أو غيرهم من النظريات والعلماء. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيد رسول الله. هنالك مقولة: قل أفتاها عالم لتكن سالم، أو باللغة العراقية الدارجة: حطها براس عالم تطلع سالم. وكذلك هنالك قول آخر وهو استفتي قلبك. الكثير من الناس يستخدمون هذه الكلمة أو الجملة عفوا استفتي قلبك لكي يحللون كثير من الأمور. أولا، استفتي قلبك هو جزء من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث استفتي قلبك، الحديث نص الحديث: وإن أفتاك الناس أو أفتوك، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. أولا، كان هذا الكلام لأحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقصد من قول هذا الكلام لهذا الصحابي الله عنه الذي هو تلميذ لمعلمه ومعلمنا جميعا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو استفتي قلبك، وهو القلب المؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا هو قلبه مؤمن، فقال له استفتي قلبك. وهذا القلب عرف وعلم وفرق بين الحلال والحرام كما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم، هو وبقية الصحابة رضي الله عنهم ورضاهم. فالقصد من القول أننا كثير ما نقول استفتي قلبك، هو جملة ثانية حطه براس عالم واطلع سالم. سالم من من؟ هل سنسلم من الله سبحانه وتعالى؟ صراحة، هل ستكون حجة أو عذر تعتذر به أمام الله سبحانه وتعالى؟ جميعنا نعلم أننا سنموت في يوم من الأيام، كلنا نتفق على حقيقة الموت، أننا سنموت يوما من الأيام. حتى لو كنت لا تؤمن بالله أو تدعي أنك لا تؤمن بالله لأنك قرأت نيتشه أو داروين أو غيرهم من النظريات والعلماء، وندعي بأننا علماء ونعلم ومثقفين ومنفتحين، أقول يا ليت لو أننا اكتسبنا هذا العلم وأكملنا التعلم. فأحدنا قرأ كتاب أو كتابين أو نظرية أو نظريتين، أو درس في الجامعة الفلاني، أو سمع البروفيسور والدكتور والأستاذ فلان الفلاني يتحدث بشيء ما وانبهرنا به، كجوردن بيترسون على سبيل المثال أو غيرهم من الناس، انبهرنا بما يقول. لا ننكر لديهم من العلم، ولكن هنالك مقولة أعتقد للإمام القيم رحمه الله: قمة العلم أو ذروة العلم التوحيد، قمة العلم أو ذروة العلم التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى. أكثرنا خوف لله سبحانه وتعالى الذين يعلمون ولديهم، يعني وصفهم الله بالعلماء، فتخيلوا ما كمية ومقدار ونوع العلم الذي لديهم. النقطة الثانية، هذا الحديث حديث الرسول صلى الله عليه وسلم استفتي قلبك، قال الفقهاء وأجمع الفقهاء على هذا الأمر أنه هذا يكون في الأمور التي لا يعرف هل هي حلال أم حرام. على سبيل المثال، لو كان لديك أمر معين أو سؤال معين، أردت أن تسأل عالم تقي، أكرر تقي أي يخاف الله سبحانه وتعالى ومتبع لنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس متبع لسيد فلان أو الشريف فلان،
أو الشيخ فلان أو مولاي فلان أو غيره. عندما تسأل شخص وعالم في الدين وشخص مهيئ للفتوى درس الفقه والفقه المقارن وغيرها من الأمور، فتسأله عن أمر معين وحلل لك، أي قال هذا أمر حلال، ثم حاك في نفسك شيء أي لم تكن مرتاح لهذا الشيء وأصبحت تفكر أنه نعم قد حلل لي، ولكن هل هو حلال فعلا؟ أي حاك في صدرك شيء منه لم تكن مرتاح له. وأعتقد هنالك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: المنكر ما حاك في صدرك ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وأكرر أقول بعد كل حديث: أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يجب أن نقول أي حديث أو مجرد لأنه نتذكر الحديث، بل يجب أن يكون نص الحديث. فدفعا لهذا الأمر نقول: أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فأرجع إلى الموضوع أنه حاك في صدرك شيء من هذا الموضوع. هنا إذن سألت هذا الشيخ وأحل لك، ثم حاك في صدرك ولم تكن مرتاح من هذا الفتوى أنه حلال، هنا إذن تستفتي قلبك لو كنت فعلا تريد مرضاة الله سبحانه وتعالى وكان قلبك فيه من التقوى والإيمان ما يكفيه إن شاء الله، وكان لديك من العلم ما تفرق بين الحق والباطل. فكثير منا نعم مؤمنون ولديه من التقوى والإيمان ما شاء الله تبارك الله، ولكن ليس لديه من العلم، والعكس الصحيح ولا حول ولا قوة إلا بالله، لديه من العلم وليس لديه من التقوى أو الإيمان، أي النفاق سبحان الله، أو صورة من صور النفاق عفوا. فلا نكون من هؤلاء الذين يحرمون ما حلل الله ويحللون ما حرم الله. فالحلال بين والحرام بين ومن بينهما مشتبهات، فالأفضل أن نترك هذه المشتبهات ولا نقول حط براس عالم واطلع سالم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.